عليكم متابعي الكرام، أتمنى تكونوا في أحسن الأحوال. فيديو اليوم غادي نشارك معكم طريقة تحضير طاجين سهل وسريع فقط بالورق الزبدة، فكرة حصرية من يد أمي. درناها في الوقت باش كنت لقيت الوقت مزير عندكم، مثل الطلبة والطالبات ملي كيكونوا مغتربين على البيت وكيكون عندهم الوقت مزير. هذه الطريقة سهلة وسريعة، كيطيب طاجين فيها لمدة ساعة. لتعرف على المقادير وأيضا طريقة التحضير، تابعوا معنا الفيديو للآخر وفرجة ممتعة. البنات والولاد كذلك تبعوا معايا الفيديو. هالطريقة جديدة في تحضير الطاجين وطريقة سهلة وسريعة، بحال درتي الأكل في الطنجرة، خصوصا الطلبة اللي كيكونوا مغتربين على دارهم وعايشين وحدهم، باغين يديروا الطاجين ولكن باغين يطيب دغيا في وقت سريع. هذه راه فكرة فقط في من مطبخ كويزين أميرة، فكرة رائعة وسريعة باش نحضروا الطاجين في وقت وجيز، باش دغيا نصبوا الطاجين. ونوريكم طريقة كيفاش غادي نحضروا بهذا بالبابي كويسو، اي الورق الزبدة، باش غنحضروا هذا الطاجين يكون سريع بسرعة بالتجربة. هذا الشيء اللي كنديروا حنايا في الوقت ملي كيكون عندنا الوقت ديال الضغط وبغينا نحطوا الطاجين، كنديروا هذه الطريقة. وبغيت حبيت نشاركها معكم. اول حاجه غادي نبداو على بركه الله نوريكم المقادير وايضا طريقه التحضير، وما تنساوش تبارطاجيو هذا الفيديو مع اصدقائكم. كذلك لاول مره يزور قناه كويزين اميره يضغط على الزر الاحمر ابوني، وكذلك تفعيل الجرس لتوصل بكل وصفاتنا ان شاء الله. نبدا على بركه الله المقادير. طبعا الخضر كتبقى اختياري، ولكن انا غنشارك معكم الخضر اللي غادي نوضعها في الطاجين. غنبداو على بركه الله. اول حاجه كنحتاجو هنايا الدجاج، طبعا كيبقى اختياري عوض الدجاج، ممكن ديري اللحم، ممكن ديري اللي بغيتي اللي كتحبي ديري في الطاجين. هذا هو الدجاج. وعندي هنا التوابل اللي غادي نحتاجهم، عندي هنايا الثوم وكذلك القزبر اليابس اللي بغام يديرو، وكذلك عندي الفلفل الاسود اي البزار وسكينجبير، وعندي هنايا الخرقوم البلدي وكذلك الفلفل الاحمر اي التحميره. فقط هذوما المكونات، وعندنا قليل من الملح طبعا كيبقى حسب الذوق. نبداو نوريكم الطريقه، نوريكم المقادير جميعا. كاين المعدنوس هنا، عندي الجزر قطعته على شكل هاد الطريقه، وممكن تديريه دوائر اللي بغيتي. وكنحتاج هنايا عندي جوج طماطم، عندي الجلبانه دي يعني موفرة، وخصوصا انا كنت حاطاها في المجمد، وعندي هنا الفلفل الاخضر، وعندي هنا الفلفل الاحمر، وكذلك الزيتون اللي مرقدينه في الدار، والحامض المصير كذلك مرقد في الدار. اللي ما شافش الفيديو ديال طريقه ترقاد الزيتون نخلي ليه الرابط على صندوق الوصف. وهنا عندي تقريبا اربعه بصلات قطعتهم على شكل شرائح كما كتشوفوا. وبالنسبه للخضر اللي غادي ندير هنايا، عندي هنايا البطاطس تقريبا شي اربعه بطاطس قطعتهم على الطريقه طوليه، وكذلك هنا البسباس متوفر دابا البسباس، هذا هو الوقت البسباس، علاش انا درت الخضر اللي متوفره وكاينه موجوده تبارك الله، موجود الخير في المغرب. وهنايا عندي هنا الزيت الزيتون هو اللي كنصب به الطاجين، ضروري من الزيت الزيتون. اذا بغيتي ديري زيت نباتي ماشي مشكل. وكذلك بالنسبه للخضر كيبقى هذا الشيء اختياري، كل واحد اشنو كيبغي. ممكن عوض البطاطا ممكن ديري بطاطا حلوه، عوض البسباس ممكن ديري مثلا اللفت، يعني اي خضر كتطبقيها. كيبقى غير الطريقه اللي كيفاش غنحضر بها الطاجين ان شاء الله هي اللي بغيت نشاركها معكم ان شاء الله. غنبداو على بركه الله ونبداو معكم الطريقه. غادي نبداو على بركه الله الطريقه. غنبداو نشاومرو الدجاج ديالنا. اول حاجه غادي نوضع الملح، كيبقى هذا على حسب الذوق. وغادي نوضع التوابل اللي ذكرتها كامله كما كتشوفوا. غنوضع هنايا تقريبا نصف كاس ديال الماء باش نشرملو الدجاج. بالنسبه للتشرمله ديال الدجاج البنات، ما تستعملوش الزيت في التشرميل ديال الدجاج، ما كيخليش هاد اللقامه كتشرب في الدجاج.
لذلك غندير غير نصف كاس ديال الماء، وغادي نشرملو ونخليوه على جنب شويه يتشرمل لينا مزيان، يدخل لينا فداك التتبيله تدخل مع الدجاج مزيان، عاد نصبوه. غنبداو على بركه الله الطريقه. وضعت دابا يا الطاجين، طبعا ماشي فوق النار، فقط في المكان العمل. غادي نوضع هنا الزيت، الزيتون، وغادي نوضع هنايا الجزر فوق الطاجين هو الاول. انا كنوريكم الطريقه باش كنخدموا بها في البيت، وانتم هي كتبقى عليكم الاختيار، لكن انا اكيد غادي يعجبكم الطريقه اللي كنصوب بها الطاجين، كيجي زوين. غادي نوضع هنا الدجاج اللي تشرملتو، خليته تبقى تقريبا 10 دقائق بما تشرب لينا التتبيله مزيان، وعاد وضعناه هنا. كلشي غادي نديرو خارج النار باش كيجي طريقه سهله، خصوصا كما قلت لكم الاولاد البنات الطلبه باش يجيهم سهل الطريقه، محتاجوش يبقاو يقليو. هادي غنكون حاطين بيه، غنوضع هنايا الجلبانه، هذاك البصله غنحطوها في هذاك التتبيله اللي بقات من الدجاج، وغادي ندوزوها على التتبيله باش تشرب لينا في البصله فقط. ونوضعوها فوق الطاجين كما كتشوفوا، طريقه سهله ومبسطه للطلبه، كتجي روعه. وكذلك للمراه العامله اللي كتكون عندها الوقت العمل ضيق، كتجي كديرها الطريقه باش كتجيها سهله، ما تبقاش تقلي فوق النار. غادي نوضع هنا البطاطا كما كتشوفوا، وضعت هنا البطاطا، وكنوضع كذلك البسباس. كندير طريقة ستيف الطاجين كيبقى اختياري. انا وضعت كنوضع البطاطا والجنب ديالها البسباس، كنبقى نستف في الطاجين بهذه الطريقة. دابا غادي نستفو الفلفل الاخضر، كنقطعو قطع هنايا كتكون شويه طوليه، كيبقى طبعا الخضر اختياري. كملنا في الوضع ديال الفلفله، دابا غادي نوضعو الطماطم، قطعناها دوائر رقيقه وضعناها في الطاجين. غادي نوريكم الطريقه ديالها ملي غادي نكملو، نوريكم الطريقه كيفاش غادي وضعنا هنا الحامض المصيم والفلفل. هادو مرقدين من اليد امي، ديال الفلفل والحار وكذلك الحامض وكذلك الزيتون، هذا كله يعني في البيت مرقد. كملنا الوضع ديال الزيتون والحامض والفلفله، دابا غادي نوضعوا المعدنوس والقزبر. ملح والبزار، غنوضعوا الفلفل الاسود والملحه. درنا الملح والبزار، وغادي نديرو زيت الزيتون فوق من الطاجين، طريقه زوينه وسهله
باش تحضروا ديما الطاجين ديالكم، واخا تكون عندكم الوقت ضيق، واخا تكون المرأة عاملة برا البيت، تجي دغيا تحضر الطاجين بطريقة سهلة. وجهزنا الورق ديال بابي كويسو، الورق ديال الزبدة، هو اللي وضعناه دابا في الطاجين، غطيناه، هو اللي غادي هو السر ديال تحضير الطاجين. هذه فكرة ديال ماما، ديال فكرة باش كتصوب الطاجين بسريع. انت كتشوفوا، ركزوا معايا، كنديروا الورق الزبدة ونغطوه بالطاجين كما كتشوفوا. صافي، وهاد الجوانب كندخلوهم قبل النار. من بعد ما غطيناه بهذه الطريقه، غادي نوضعوه في النار، غادي نخليو النار شويه يعني وسط بما غلانينا الطاجين، عاد غادي نقصوا النار تكون مهيله، ونخليو الطاجين يطيب على خاطرو، غادي يطيب يعني في وقت وجيز. وغادي غادي نوريكم من بعد ما غادي يطيب كيفاش غادي يولي. انا ما نقلب الريه لا والو، ما غادي نحل الطاجين، ما نطولش عليه، نحسب ليه فقط الوقت ديالو، نخليه يغلى مزيان، وعاد نوضعو في النار ونقص عليه النار تكون مهيله، ونخليه تقريبا لمده ساعه فقط، عاد غادي نحل الطاجين. من نحل الطاجين طبعا غادي نشاركو معكم تشوفوا الطريقه ديالته. الطاجين على النار، طبعا النار كتكون متوسطه حتى كيغلي الطاجين. من بعد كنقصوا النار، كنخليوها مهيله ونخليه يطيب، غادي يطيب لينا حتى لمده، نخليه مده ساعه، وعاد نقلب الطاجين معاكم. غادي يطيبني الورق، راك تشوفوا كي جمعته من الجوانب باش ما يوصلش للنار، ونخليه حتى نحسب ليه لمده ساعه ونلتقاو. غادي يطيب بحال طنجره الضغط بسرعه، ويطيب الخضر كاملين. البنات، من بعد ساعة دابا غادي نحلو على الطاجين. شوفوا دابا الطاجين، هانتي غنحيدو دابا هي الورق. نشوفوا دابا، هانتو كتشوفوا، غادي نقلبو الخضرة، تشوفوا هنايا البلول، يعني كلشي. هانتي كتبان ليا الخضرة، صافي راه طابت، يعني راه بحال صديتي عليه الطنجرة ضغط وقفلتي عليه. نفس الطريقه، طريقه سهله، واللي بغى ما يحرمش راسو من الطاجين ياكل الاكل في الطاجين. هانتي كتشوفوا دابا البسباس طاب، البطاطا كذلك طابت، يعني صافي كلشي وجد، صافي هذا، صافي الطاجين دابا وجد. هذا فكره زوينه، وفكره فقط حصريه على قناه كويزين اميره، هي اللي كن باش كنديروا في الضده. وبغيت حبيت نشارك معكم الفكره، حبيت نشارك معكم الفكره تاع الورق تاع هو صحي، وديال الزبده كيبقى هنايا. صافي الطاجين كيبقى ما زدناش الماء نهائيا، فقط ديال الخضره، الخضره ديال هي طلقت لينا البلول، يعني الخضره تعصرت مزيان، ما تحرق ما والو. خلينا كما قلت لكم، درنا النار متوسطه، خلينا تغلى، من بعد نقصناها النار مهيله، وحسبنا عليه وقت اللي نقصت النار مهيله، حسبت عليه ساعه فقط. وانا حليته دابا معكم البنات، قل من ساعه تقريبا. ودابا كما كتشوفوا قلبنا الخضره جميعا طابت، البلول هو هذا. نتمنى يكون عجبكم الفكره ايضا، وعجبكم الطريقه، كيجي زوين روعه وسريع جدا، يعني في وقت مجيز سريع جدا وزوين. وتحضري في اي وقت، ما تخافيش تقولي راه صافي الوقت خاصني ندير الكوكوت، وتحرمي راسك من الطاجين. هذه طريقه سهله وبسيطه، تمنوا تبارطاجيو الفيديو مع اصدقائكم ليعم الفائده. وكذلك ما تنساوش اللايك البنات، ما تنساوناش من اللايك قبل التعليق، وما تحرموناش من تعليقاتكم الجميله. وكنشكركم بزاف على تعليقاتكم وعلى تشجيعكم ودعمكم للقناه، كنشكركم بزاف بزاف. ولأول مرة يزور القناة كويزين أميرة، مينساش الضغط على الزر الأحمر أبوني، وكذلك ضغطوا على جنب الجرس، ضغطوا على الجرس لتوصل بكل وصفاتنا إن شاء الله، والمزيد والمزيد من الوصفات. أشكركم بزاف،
وكنقول لكم مع السلامة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في فيديو مقبل إن شاء الله.